رئيس الجمهورية قيس سعيد يختار شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة القادمة. هشام المشيشي وزير الداخلية الحالي اختاره سعيد لتشكيل حكومتنا القادمة. استحقاقات كبيرة أمام هذه الحكومة، خاصة وأن المشيشي لا يحظى بحزام سياسي حزبي تحت قبة البرلمان. فهل ستمر هذه الحكومة؟ هل ستحظى بتأييد حزبي في البرلمان التونسي؟ أم سنذهب إلى سيناريو حل البرلمان؟ تابعونا. شنو رأيك أنت كمواطن تونسي في اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد لشخصية مستقلة اللي هو وزير الداخلية هشام مشيشي لتشكيل الحكومة القادمة؟ جودي بيان شخصية مستقلة، يعني ما عنده حتى علاقة بالأحزاب الحاكمة اليوم. والله بالنسبة لتو السيد رئيس الحكومة هشام الشيشي مش خايب، راهو أنا كإنسان ومعرفتي به، وإحنا يتسمى فرد سكتور، إحنا وياه أنا نسكن في الزهرة، أما إنسان خدام متربي ما عندوش أحزاب لا عنده حد شيء، إن شاء الله يخليه يخدم، فهمني؟ هو ربي عطاه وقراه على روحه وربي معاه، فهمني؟ ان شاء الله يخليه يخدم. هذو ناس من اللي كان يحطوا له العصا في العجله، كان يكون رئيس حكومه يحطوا له العصا في العجله، يخلي البلاد باش تمشي فيها. قلت لي ما عندوش احزاب، يعني ما ينتميش لحتى حزب، هل اصبح الانتماء الحزبي اليوم تهمه؟ بالطبيعه، ها؟ اذا يريد رئيس حكومه ينتمي للحزب، راهو من اللي راهي البلاد مشات فيها، هذا ما عنده حد شيء، انسان من اللي يخدم على روحه، كان مستشار ولا من وزير الداخليه، توا ربي ناب عليه ولا رئيس الحكومه يستاهلها، سال ربي معاه وربي باقي عليه الستر، ودوب دوب روحه، هو انسان اعطينا انسان يخدم البلاد. تونس في الف ليله وليله، تعرف يا خرافه الف ليله وليله، يلزمها واحد مستنتبات البحر باش يصلحها. تونس خايخه، وين القله الخايخه، وين تمسها تطيح. انت سيد رئيس الجمهوريه، معناها كما يقولوا انت معناها تخلي اللي مقترحينه الاحزاب وعليه اجماع، اللي هو يكون نجم يكون فاضل عبد الكافي ولا غير فاضل عبد الكافي، فاضل عبد الكافي معناها عندك اوموان 150 فوا في البرلمان، يعني ضامن الاقدر والكفاءه نتاعو. ثم عندك الاخر خيام التركي اللي تقريبا مقدمينه برشا ناس اخرين، وتمشي الانسان اللي هو مع كل احتراماتي ليه هو مدني وكل شيء نكره، نكره شيء معناها، معناها لم يقدم من طرف الاحزاب. ليس له جوستومون حزب اللي باش يقف مع غدوه في البرلمان. لو فيتي لا. توا لو فيتي لا، اش نعملوا؟ كما قلت انت لهنا يلزم البلاد ما عادش تحمل تقريبا، اللي يحكيوا على اعاده الانتخابات كل شيء يظهر لي ما همش واضعين فاهمين الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي لا يحتمل، يلزم سي هشام المشيشي يعمل حكومه وتكون عنده شخصيه تختلف عن شخصية رئيس الجمهورية. بون انت عينتي ولا ان شاء الله يتعدى في البرلمان، انا نتمنى باش يتعدى. لماذا؟ لان كما قلت معناها يوافقوا عليه الاحزاب ويمر مباشرة الى الامور الاقتصادية العاجلة. بالنسبة لرئيس الجمهورية هو كيختار يظهر لي ما يشاورش البرلمان، هو باش يختار رئيس حكومة. باهي نورمالمون هو اللي يعين الحكومة، ما دام عاين هو رئيس حكومة ينجم هو يعين الحكومة. من مشمولات رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة، مش رئيس الجمهورية. الحكومة ولا النجم هو اللي يشكل الحكومة، تشكيل الحكومة يعملها رئيس الدولة، كما هو عين رئيس حكومة. النجم يشكل الحكومة، يعمل تشكيل الحكومة. أبو شخصية ما عند رئيس الجمهورية، ماذا الحزب، ماذا مش حزب، رئيس الجمهورية يجب يقود هو القيادة في الحكومة، يجب يكون هو المعلم، ماذا مش الفلوكة كثرة فيها الرياس تغرق، يجب يكون رئيس برك. ما نبوش هذا تشكيل الحكومة لكن الفارغ هذا الكل يعمل نهار كل يتعارك مع النواب، كل ما ذاك مهبل، رئيس الحكومة هو القائد في الحكومة، هو المعلم، هو الرئيس، هو يحكم. أخيرا بزغت شمس الحرية في تونس، وأخيرا. وثم بمناسبة العيد برشا عباد نعزيها نقول لهم راهو الزنقة محدودة. ما عندك ما حد شيء، أنا حييه الرئيس اللي هو سي المشيشي كان مستشاره، يعطيك ساعة معلومة، ومستقل. ودبلوماتهم حولوه لباس، مواليد 74، انسان محنك، انسان يعرف اش يعمل، وعنده كارير رغم صغر سنه وعنده كارير. فهمتي؟ قيس سعيد جابوا له 22 مرشح، واحد يجيب فاطمه بوساحه، واحد يجيب نعيمه ساميه، واحد كذا، خلاهم وجاب اللي ينتظره هو.
لأنه قال لهم سوف تحاسبون. ما فماش اختلاف على شخصية المشيشي، لأنه إنسان مستقل ونظيف وواحد ما عندوش حتى، ما فماش حتى نتصور. أما الطريقة اللي يتكلم بها رئيس الجمهورية هي اللي وراها فما برشا ألغاز، وكالعادة رئيس الجمهورية يخطب وفما ألغاز يحكي بها ومش واضح في كلامه وفي تصرفاته. إذن أنا نقول لك حاجة بالنسبة للشعب، الحكومة سقطت، القضاء كيف كيف، الإعلام كيف كيف، أضاءت ترجع للسلطة إلى الشعب. الشعب يزم يمشي يفك السلطة، لأنهم كلهم يتصرفوا ويدبروا في ريوسهم من رئيس الجمهورية وانتهابت. أنا اللي شفته والرافيه هذه حاجة معقولة، إن شاء الله توصلنا لبر الأمان، واللي عملوا تقريب صحيح وفي بلاسته صحيح. الشعب عنده دور كبير، ولكن توا اخذ الامور بصحيح، لاني اوشكت الدنيا على النهايه. توا عرفنا عاد صاحبنا وعرفنا عاد اعدونا، اذا كان باش نزيدوا نتهمشوا اكثر من هكايه يظهر لي مع الدنيا السلام. توا وقفت الزنقه للهارب، وتوا يلزمك لي من الاحزاب ومن ذاك وعنده كذا وعنده منا وعنده منا، الناس كل تبعد الغادي، والصحيح يلزم يبان والحقيقه يلزمها تظهر. وتوا باش يصير ارتباك ورجع في شكون؟ في الناس اللي خدمت تونس مخاوزة. رئيس الحكومة المكلف الآن ووزير الداخلية الحالي أعرب في تصريحاته بعد الإعلان عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، أعرب عن نيته تشكيل حكومة. هو لم يصرح بها علنا، لكن اللي نستخلصوه من قوله أنه ناوي يشكل حكومة من المستقلين، حكومة من الكفاءات دون محصصات حزبية. هذه نتصور غلطة أخرى أكبر باش تكون، على خاطر المستقل ليس له معنى. شفناه مستقلين، هذه كلمة مستقل في السياسة أنا عليها، أنا شخصيا عندي عليها برشا احتراز. ليس هنالك استقلال في السياسة، ليس هنالك استقلالية في السياسة، كل إنسان عنده التوندونس نتاعو، إذا كان مش معناها معناها عنده التعاطف نتاعو. ولذا شو نقول أنا، ماهيش حكاية معناها المهم هو معناها يختار الناس الكفء، يعمل حزام سياسي، معناها الأحزاب يحترموا إرادة الشعب، خاطر الشعب راه صوت. كون لو في با بون تقول لي انت مخطئ كي صوت الحزب، انا من هذايا خيارات الشعب، وخيارات الشعب مقدسه في الديمقراطيه. لا هذايا نشاطرك فيها، خاطر ينجم هو بحكم خبرته بحكم ان الله يعرف الميدان هذا، ينجم يبعد الناس. فما ناس قاريه، فما ناس راهو شباب، فهمني، فما ناس تلوش في فرصها، فما ناس تحب تخدم البلاد، فما ناس فهمني كان باش يحط فهمني الله، كل واحد يجيب جماعته هذا تولي عصابه، ما عادش تولي رئيس حكومه. يعني نصوروا ما يجيبش عباد اخرى معناها فيها حساب وفيها. انا نطلب من ربي حاجه بركه، ان شاء الله يخليه يخدم. راهو انسان هذا بالحق اللي ما يعرفوش، برشا ناس ما تعرفوش، يسمع بهشام الشيشي خاطر وزير داخليه وكان اما ما يعرفش حي، انسان خدام يقرا على روحه، لا عنده حتى انتماء واضح، ما عنده حتى شيء. والله انا نتصوره صحيح بكل صدق، نتصوره صحيح على خاطر نقولوا احنا الكورونا ما يتعداش ما بينه هو وما بين رئيس المجلس، وثم زاد بعض النواب اللي مثلا كما هو خاطر ما كما شو اسمه نتاع هذاك سيف الدين مخلوف والائتلاف الكرامه مع زاد اللي عملته لاله عبير موسي في البرلمان معناها فضايح، نتصوروا هكاك اثنين اللي ماشي فيها هو هكاك، وان شاء الله تتعدى سلامات للحكايه والبلاد، اعطينا البلاد احنا الناس مثلا تتحل افاق للشباب، تتحل افاق للتوانسه الكل معناها، وهذا اللي احنا نتمناه ونتمناه الخير لبلادنا، وان شاء الله زاد هو الثاني اللي ماشي فيها تكون صحيحه وباهيه وثابته، ما تكونش مثلا على غايه في نفس يعقوب. ونعطيك انا معلومه، نعطيك معلومه، وزير السياحه روني ترمزي باش ترجع، وزير الشباب والرياضه التقليديه باش ترجع، وما نجموش يحلوه، ما نجموش يوافقوا، خاطر جماعه النهضه يخافوا لا يتحل البرلمان. انا مش مراها ومتعديه ولا باس. تقول انت خافوا على الحصانه نتاعهم؟ بالطبيعه. انسان محميين هم غادي كمدر كيفاش مروهاش. هل يسعى قيس سعيد من خلال اختياره لرئيس حكومة مكلف مستقل وغير متحزب، هل يسعى إلى حل البرلمان؟ لأنه في صورة عدم مرور هذه الحكومة فسيتم حل البرلمان. النية موجودة، ولكن هذا ماذا أقول، النية موجودة ولكن يا خيبة المسعى، لا خيبة المسعى، خاطر لا قدر الله سيزج بالبلاد إلى فوضى عارمة.
وذي الكل بون هو من شوف انا دستوريا هو من حقه هو استاذ قانون دستوري وانا احترمه كرئيس جمهوريه واحترمه قبل ذلك كاستاذ دستوري ولكن فما امور وفما القانون حاجه والدستور حاجه ولكن فما الامور العمليه الان هي يلزمنا امور عمليه يلزمنا انسان كف في الاقتصاد حتى يخرج البلاد من الازمه ان شاء الله ساعه الشخصيه اللي عينها رئيس الجمهوريه ان شاء الله تحظى بموافقه الناس الكل خاطر انا سمعت ثم اراء متباينه من الاحزاب وهذا ما يخليش ديما ما ينظفش المناخ نتاع البلاد ديما يخلي المناخ ثم فيه شويه تشنج وشويه هكا ناس راضيه وناس مش راضيه وهذا ما يساعدش البلاد باش معنا باش تتقدم وباش تخرج من اللي هي فيه تو نرجع تو انا نقول كما السؤال اللي سالتني اختي الغاليه قلت لي شخصيه ماذا بيك تكون حزبيه متحزبه والا والله انا بيرسونيلمون ما تعنينيش قطع النظر كونه هو يكون انسان في المستوى وينسينا في الماضي ويجي باش يخدم البلاد من غير حسابات مش هذوما دعموه وهذا ما دعموش وهذوما قالوا فيه كلمه باهيه وهذوما لا انت باش تخدم التوانسه نحبوك تخدم التوانسه بقلب ورب عباره تخدم في عائلتك ثم انسان في عائلته المضايقه مثلا ما يكونش معاهم في المستوى امبوسيبل